بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس يلقون بالمسؤولية على غيرهم بالأمر بالمعروف، يقولون الشرع على فلان، فلان هو اللي الهيئة فلان. نعم، الهيئة عليها، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها واجب عظيم، وهذا عملها، لكن أيضا أنت عليك مسؤولية، كل مسلم عليه مسؤولية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تقول إن هذا ما هو علي، هذا على الهيئة فقط، وتدلس تكون مع الناس ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تدعو إلى الله ولا تعظ ولا تذكر، هذا هلاك، هذا هلاك. من لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أنت عليك واجب أيضا، عليك أهل بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الهيئة ما تدري عن اللي ببيتك، ولي الأمر ما يدري عن اللي ببيتك، أنت المسؤول عما في بيتك من النساء والأولاد والضيوف، أنت المسؤول، لأن الناس ما يدرون عن اللي ببيتك، فأنت المسؤول. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشترك، لا يعفى عنه مسلم، لكنه بحسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، صاحب البيت يغير باليد، له اليد على أهل بيته، له اليد على أهل بيته، الله أعطاك اليد على أهل بيته، تغير بيدك، تخرج المنكر من بيتك، تضرب، تؤدب في بيتك، ولا أحد يعترض عليك لأنك راع على أهل بيتك. تقول: لا، هذا على الهيئات. تخلي بيتك يخرب وتقول: هذا على الهيئات، هذا غلط عظيم. فعلى المسلمين أن يقوم كل منهم بما ولاه الله. فراعي البيت مسؤول عن أهل البيت، مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب مسؤول عنهم، مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون، كل واحد عليه مسؤولية، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إن كل يسكت ويدلس ويقول: الشر على فلان، لا يا فلان، نعم عليه مسؤولية، لكن أنت عليك مسؤولية، أنت عليك مسؤولية، فلا بد من هذا الأمر. هذا هو سبيل النجاة للأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتركه وهو يستطيع أبدا، حتى ولو في قلبه. ما أحد يعجز أن ينكر المنكر بقلبه أبدا، يعني يكره المنكر ويبتعد عنه ويبتعد عن أهله، ما أحد يعجز عن هذا. نعم يعجز عن اليد، يعجز عن اللسان، لكن القلب ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بقلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، ليس في قلبه ولا حبة خردل من الإيمان. إذا رضي بالمنكر ولم ينهى عنه ولم يكرهه بقلبه ليس فيه إيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
فهذه أسباب مجملة، أسباب النجاة، نجاة الأمة.